السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا عندنا ناس بزاف اللي خرجوا كما صوروا يحضروا لقجع بيدينا مؤامرة وراه متهم وبيدينا ومنا ومنا غينيا غادي تلعب في بلادها موزمبيق غادي تلعبها ولا استاذ ولا استاذ هاولا استاذ شو استاذ شو الو شو 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 استاذ الهيشة هاولا استاذ هذا تأسس 2011 بناته دولة الصين هبة من عند دولة الصين هاولا ولا استاذ شو استاذ يربط 46000 متفرج هذا هو استاذ موزمبيق هاولا ولا تستقبل فيه يا الهيشة زيد اروح نزيد نقول لك سي مومن سي مومن اروح نقول لك سي مومن سيمو من البارح شتك داير لايف مانيش نعلم مانيش نسبيك ولا حاجة بصح غادي نقولك سيمو من كيفاش يا ربي كيسموك حقا سيمو من واه نقولو سيمو من على بالك بلي موزمبيق عندها انت قلت بلي خلونا موزمبيق ما عايش مكاليفيا حتى الكوب دافريك موزمبيق تربح في سيبتون تربح الماتش في بلادها تكاليفة عندها 7 نقط موزمبيق في الجروب تاعها عندها 7 نقط تربح غادي تكاليفة على بالك بها ولا ما على بالكش موزمبيق غادي كي يربحوا يتكاليفة والكوب دافريك هذه باش يكون على بالك هذه واحدة من اللي يكون على بالك هذه واحدة من اللي يكون على بالك هذه واحدة باش يكون على بالك خاطر نقول لك باللي انت قادر كنت قادر تروح طاك 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 تشوف موزمبيق شحال عندها بصح جيت ديريكت جيت انت ما تهدرش على الموزمبيق جيت تهدر على هدرة وحدة أخرى حوس انت راك إعلامي تقول بلي أنا إعلامي وأنا متمكن وأنا فور وأنا من وأنا ياه هم عندك ناس هم يتبعوا فيك تما انت تغلط في ذوك الناس مي قلت لهم موزمبيق ماهيش متكاليفيا الكوب دافريك روح شوف يربحوا في بلادهم غادي يولي عندهم 9 نقط يكاليفو خاطش علاه بتشوف في الجروب تاعهم يعني يربحوا ماتش راهم كاليفي هذه هي موزمبيق باش يكون على بالك عاود نعطيك احصائيات ديرها مليح في راسك وجميع هذو لما يقولوا بلي غادي لقجع غادي يدير باش يستقبل منها مكاش منها كاع مكاش منها كاع مكاش والله ما كان هكا انا نقول لكم ما غاديش من المغرب ما غاديش يستقبل كاع الجروب تاعنا كاع كاش لا كاش لا كاش يستقبلوا بتلاقى الصومال مع تنزانيا ولا من عبالك بصح باش يستقبلونا حنا يقولوا لا دوم الادغال الافريقي الله يسهل عليهم روح كونوا نتوما رجالو جيبوهم حنايا الاتحاد الافريقي اهلنا 5 ملاعب تاعنا كونوا رجالو جيبوهم ها كونوا رجال ها انتوما كيفاش لقجع بيجيبهم وانتوما ما قدرتوش تجيبوهم ها قلتو دروك انت اللي عندكم دبلوماسيه رياضيه راكم تقولوا احنا اقوياء نحن اقوياء راكم تقولوا نحن اقوياء صح انتوما اقوياء راكم تقولوا نحن اقوياء صح انتوما اقوياء معليش بون انتوما اقوياء وراكم تقولوا بلي كوب دافريك 2025 اي في الجيب غادي تدوها نيكوسوي مع ذو خمس اصوات جيبوهم عندكم جيبوهم 5 اصوات برك نيكوسو معاهم انا على بالي بلي 2025 راحت مكان لا 2025 لا 2040 لا 2000 راحت بالله الله يجيب الحظ المنتخب الجزائري سوف يلعب مشواره في تصفيات كاس العالم يعني شهر نوفمبر القادم يعني في العاصمه الموزمبيقيه بمواجهة المنتخب الأفاعي السوداء بقيادة نجمهم رينالدو لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني والموهبة الشابة في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي جيني المباراة قد تجري في ملعب الوطني لدولة الموزمبيق والذي يتسع ل 46000 متفرج وتم افتتاحه يعني وتم افتتاحه تم افتتاحه سنة 2011 لاحتضان الألعاب الإفريقية الملعب كلف يعني كلف إنجازه 65 مليون دولار في شكل هبة من الجمهورية الصين الشعبية لدولة الموزمبيق هذه باش يكون على بالكم اليوم يعني راخوك سموك
دونك نقول لك طلعت هي دقيقه وراهي موزمبيق في الجروب تاع السنغال. موزمبيق راهي تلعب في الجروب تاع السنغال، كاين موزمبيق كاين السنغال صح، راهي برومي عندها 13 نقطه، كاين موزمبيق عندها 7 نقاط، وكاين البنين باش يكون على بالك سي مومن، ارا نقول لك سي مومن ما تنال ما والو، والبنين عندها 3 ورواندا عندها 3، 3 نقاط 3 نقاط هي ورواندا وكلش، باش يكون على بالك ولدي خويا. على هذيك راني نقول لك بلي موزمبيق تربح ماتش راهي كاليفي، تربح راهي كاليفي. ونزيد نقول لك حاجه، لو كان البنين تربح يولي عندها 6 نقط، ورواندا تربح يولي عندها 6 نقط، والموزمبيق كاليفيا خاطر عليها عندها 7 نقط، والسنغال عندها 11 نقطة. يا ولدي خويا باش ما عندها 13 نقطة باش ما تغلطش، تبغي كاع نجيب لك يكون على بالك، يكون على بالك تبغي كاع نجيبو لك كاع الكلاسمون، كاع يعني كاع الكلاسمون تبغي نجيبو لكم كاع الكلاسمون، وين دير في راسك كل مسابقات هذه، وين رواندا صفر، موزمبيق هدفين خارج ميدانيها ربحت 2-0، موزمبيق هاد وين كاس يعني وين نقولوا بلي موزمبيق هادي لعبت كاس يعني موزمبيق لي صوتو موزمبيق ربحت برا موريشار يعني ما عرفتش شنو موزمبيق يعني البنين غادي تصفيات كاس امم افريقيا غادي يلعبوا لو 4 سبتمبر امام البنين في بلادهم على 4 تاع العشيه، راني نعطيك كاع الوقت ياه، غادي يلعبوا مع البنين، غادي يربحوا البنين غادي يتكاليفاو الكوب دافريك اللي انت قلت بلي جماعه البنين الموزمبيق ما راهيش مكاليفيا كاع الكاس افريقيا، بصح لو كان تجي تتبع وراك كاليفي، كرك كرة على بالك، هيا لوي راهي يعني وين غادي تشوف لعبت 5 تاع لي مات يعني وين داري وين لعبوا 5 تاع لي مات عندها 7 نقط، البنين عندها 3، رواندا عندها 3، والسنغال راهي في الجروب تاع السنغال. مومن روح للجروب تاع السنغال تاع كوب دافريك تسيبهم، روح ولي تحسب لا ينقصر عليك غير باش يكون على بالك برك، هذا ما كان ماشي قضيه رانا انا في طول الناس ما تضحكش عليك، وباش ما تغلطش المتتبعين تاوعك، ما تغلطش المتتبعين هذا مكان ماشي قضيه انا الله يسهل عليك، كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو. هذه هي يا خويا، عليك ما نجموش ما نجمش كيفاش بزاف، انا شفتك البارح قلت انا ندخل نشوف موزمبيق لا راهي كاليفي مشي كاليفي، تاك 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 دخلت في ذا الجروب ها هو راه هاي راه راهي دخلت في ذا الجروب ها هو راه الجروب هذا هاي راه راهي موزمبيق سينيغال سينيغال برومي موزمبيق دوزيام البيني تروازيام مالاوي كاتريام ها هما لاش عندهم ترتيب ها ولا وراه ها عندها 7 نقط البنين 3 رواندا 3 قولا بيراج البنين خير منها هاي لا 7 نقاط هاي راه هاك تشوف هاي كلش كاين ها بكلش كاين ها ادخل شوف ها ادخل شوف هيا دخل دير موزمبيق شوف كل المسابقات هيا دير كل المسابقات تاع المنتخب البيني بالعربية نورمال عادي ما تغلط ما والو هاو تجي تجري موزمبيق ماهيش مكاليفيا كاع للكوب دافريك يا ودي خاف ربي يا ودي أمالك ماشي أنا خممت بلي دوك المشاهدين يدو ليك نظرة ما نبغيش يدو ليك نظرة كي والو نظرة تاع الله كيما قلت لهم بريشيا هاريس هذاك المهدي لاريس رايح بريشيا كيما قلت له يعني ما تغلطش انا لا عليك باش ما تغلطش برك هذا ما كان يعني باش زعما هانا الشيطان
ياه انا رشيد ما تنساوش عطونا جاب كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، ربي يحفظكم.